حبيبي كده. طب شفتي بقى والله ما بيهمش فينا الله يبارك فيك. انا قلت حاجه مش هو اللي وداها للدكتور هناك خايف عليها دكتور. طيب. بقى بصي بقى طب هو بعد ما شاف النتيجه عمل ايه بقى يعني؟ هو بيقول لك هو ماشي 50 ماشيين هيخلصوا 15 يوم ان شاء الله بيه. هو يعني مشي على النظام هو مشي على النظام طبعا وتاخد كارتيزون ومش عارف حاجات كده. والصغيره دي ماشيه على النظام السلام عليكم. الصغيره دي ماشيه على النظام ماشي اه بنأكل تسلو جدا بجد والله. طب وبطنها عامله ايه؟ عندها قد ايه اصلا هي؟ إيه؟ 7 شهور. طيب جدع شفتي النظام من 7 شهور شغال وكويسه. قلت لها الدكتور قال لو عملت النظام لا انت ولا ولادك هتعمل ولا وهي هتلاقيها بقت كويسه. اه ما هي الحمد لله كويسه صح؟ اه ومناعتها كويسه. ما هو ما شاء الله الحمد لله يعني في اول الحمد لله الحمد لله اول الشتاء خالص تعبت مني وبس اليومين اللي فاتوا دول الحمد لله يعني بقت مفيش الا حتى البرد لو جاي وما خلاص اتكلم ثوم ولا حاجه ثانيه تبقى كويسه صح؟ الحمد لله. طيب عشان تقولي خالد بقى حاضر هتقولي له هتقولي له كل الكلام ده. انا عشان عمال اقول لك بقالي ساعه بقول لك عندك سيليا تقولي ايه السيليا كده انا مش عارفه مش هقول لك انت عندك جلوتين؟ مش من اوكي من جلوتين؟ طيب انت بتاكلي جلوتين النهارده اصلا؟ اه بقالك قد ايه بتاكلي جلوتين؟ من 5 يناير؟ من 5 يناير؟ السلام عليكم ازيكم؟ محدش يا جماعه بصوا يشرب حليب ماعز هو غالبا مضروب يعني والنبي بلاش تقليب بقى يعني حليب الماعز ده احنا قلناه بس محدش هيجيبه هيجيبوه منين؟ هيجيبوه معزه اه هجيب معزه ونقعد ندور ويمكن المعزه ايه الاخبار؟ احنا النهارده معانا الاستاذه سلسبيل كانت جايه بتشتكي من خمول في الغده الدرقيه وكانت بتاخد التروكسين كنت بتغلي قد ايه يا سلسبيل؟ كام؟ كام؟ اه الايثيروكس كان كنت باخد الاول 50 بعد كده طلعي تاني بقت شفت الكام؟ او يوم ما بدأنا يوم ما بدأنا كانت 100 بتغلي 100 في اليوم صح؟ وكانت قايلين لها ان انت عندك جلوتين سنسيتيفيتي وممنوعه تاكلي اي حاجه فيها جلوتين كويس و بدأنا الرحلة مع بعض يوم 5 يناير، صح؟ أنت كنت ماشي قبليها على النظام؟ لا بدأتي من بدأتي ماما هي اللي كانت ماشية على النظام. ماما هي اللي بيك فان صح؟ ماما هي اللي بيك فان وهي اللي نشرت ال واللي وصل لها. بصوا احنا النهارده هنرحب سيلياك حسيت الجلوتين نفسها سيلياك اه هو السيلياك التطور بتاع حسيت الجلوتين. يعني الأول يحصل حسيت جلوتين وبعدين تبدا في اللايت في الامعاء الدقيقه تبدا تخس وتبدا تبقى نيكروتك وضعيفه ساعتها بيقولوا انت سيليا بس اولها حسيت جلوتين خلاص ياكلوها الحيوانات اه هي خلاص اه خمول في غدد الدرقيه وبتاخد اثيروكس كانت بتاخد اثيروكس مي هي بطلتها دلوقتي الاثيروكس خلاص صح ولا ايه بتتكلمي انت يا سلام عليكم ازيكم اقول ايه طيب؟ لا انت صاحب هم الناس بتسال عليك بتطمن عليكي انا قلت كلمتين عنك انت بدات معانا النظام كنت على قناعه ان انت هتبطلي الدواء ولا كان عندك امل ولا التجربه وتجربيها؟ انا كان عندي امل وكنت بجرب قلت اللي هو الموضوع جه الحمد لله ما جاش اديني جربت يوم ما قلت لك كلي عيش بكره قلتي معايا انت وماما مش اتخانقتي معايا مش شديتي بقى قلتي لا هاكل عيش ازاي وقابلني ومعايا ورقه بتقول جلوتين حصل منك الكلام ده؟ ما عملش ما اثرش عليا لا ما عملش اه ما يعني ما لا احسن كتير القولون احسن كتير وانت كان بيجي لك دوخه صح ولا مش صح؟ اه قلت كتير صح؟ اه طيب والالام اللي جت في جسمك ما مش عايز اقول حاجه اه وال هي كانت كويسه اصلا لا لا هي اصلا جت من الاول كويسه انا جنبها كانت متدمره نفسيا لا انت جايبها قمر بس هي نفسي كانت هي بيه انا كنت كان بيجي لي حاجه زي شلل في دراعاتي ورجلي ببقى مش قادره اشيل ايدي ورجلي مشلول فعليا دلوقتي لا الحمد لله حتى لو في بيبقى نكسه وانا قاعده كده بس كانت بتيجي اكتر بالليل وانا قاعده بالليل ببقى مش عارفه اشيل دراعي مش متحكمه فيه او رجلي الكلام ده من بعد الولاده دي بعد الولاده الولاده دي اه ما فيش غيرها هي البنوته بس دي عامله ايه بعدها 7 شهور على فكره سبعين بتردع وبنتها 7 شهور بدات تاكل صح؟ اه بدات تاكل على النظام بتاعنا اه بقى من ساعه ما انت بدات من ساعه ما بدات اكله هي بتاكل الاكل زي بطنها عامله ايه؟
لا كويسه الحمد لله. معايا عامله ايه؟ ما شاء الله كويس الحمد لله. حلوه صح؟ الحمد لله. وانت بطلتي الايثيروكس بقالك قد ايه؟ ازيد من 15 يوم. خالص يعني سحبناه تدريجي؟ سحبناه من اخر حاجه. صح. وبعد كده وقفنا بقى 15 يوم. زياده عن 15 يوم. زياده عن 15 يوم. 20 يوم تقريبا. الجي اس اتش بتاعك بيعلى ولا بينزل؟ بينزل دلوقتي وصل لحد كام؟ وصل 11 كان 133 دلوقتي 11. وانت استغنيتي خلاص عن الايثيروكس؟ خالص ما بقتش اخده خالص. ايه اللي مضايقك بعد ما بطلت الحاجات دي؟ لا مش متضايقه. مبسوطه؟ مبسوطه. طب ايه اللي باصلك من النظام بتاعنا؟ يعني هو انا مش حاسه ان انا ناقصني حاجه يعني حتى الموضوع ان انا بطلت الفراخ وبطلت البيض واللبن الحاجات دي مش مؤثر مش حاسه ان هم مش مفتقداهم يعني. طب كويس. لا مش مفتقداهم لكن انت ما بطلتيهم انت حاسه اللي انت حسيتيه؟ لا احسن كتير حتى لو بقيت لما اشم ريحه الفراخ مثلا او حاجه ما ابقى مش كده يعني. بصي تكلمني في مزاجها مش عايزه اتكلمي في اعراضها. نومك اتحسن ولا لا؟ مزاجك اتحسن ولا لا؟ كتير عن الاول. طب الزياره اللي قبل اللي فاتت مش خالد جه وقال لك انت ماشيه ازاي وهتبطلي الدواء ازاي؟ خالد وداكي فين؟ دكتور غدة. غدة صح؟ اللي هو بتاعك اصلا صح؟ قال لك ايه؟ ومامتك مش هو مامتك اللي خدتك؟ قال لك ايه؟ ماما قال لي لا لازم الدواء تفضلي تتعالجي طول حياتك، لازم الدواء طول حياتك. دوس ايه وتحطي فيه كل الاوراق والتحاليل والشهادات. وقال عليا ايه بقى؟ ما انا جيت. لا خلاص بقى. قال عليا انا ايه؟ هيسجنني صح؟ مش عايز يسجنني؟ يسجنني ليه بقى؟ هيسجنني ليه؟ تهمس ايه؟ عشان نسحب الدواء. عشان سحبناه عايزه بقى يسجنني. لا مش هفيش سجن ان شاء الله كله خير حلو. كله سهل صح؟ تعب الاول من الدكتور اكلهم بلاك. خالد بقى اللي وديك للدكتور فين دلوقتي؟ بيعمل النظام. النظام دلوقتي صح؟ مبسوط بيكي طيب؟ مبسوط والله. هو بيخاف عليكي صح؟ ماما عايزه تقول حاجه؟ عايزه تقولي حاجه؟ دي البنت، دي البنت مش عارفه تتكلم، دي البنت. قولي انت عايزه تقولي ايه؟ من غير وشك يعني. بصراحه الله يكرمك. لا احنا هنجيب وش سلسلين. ربنا يبارك فيك والله العظيم ربنا يكرمك ويجازيك خير. يعني انا بقول لسه الدكتوره مياده لو ما اكتسبتش حاجه من نظام دكتور ضياء غير ان انا بقيت اسجد واركع واصلي دي كفايه والله ربنا يجازيك. لا انت خسرتي على الكرسي. لا اللي ما استفدتش دي انت هو انت بتبالغ ليه يعني؟ انت النهارده من اول مره جيتي لي على فكره. طبعا كتير والهبات الحراريه انا كنت بموت. الهبات الساخنه الهبات الحاره بطلت تيجي صح؟ هي مش خالص بقى يعني انا مثلا كنت بمعدل كل ساعه طول الليل اصحى اشيل كل الغطاء من عليا وكل الهدوم واشرب ريت الميه وبعدين اعرق واتلج وارجع استغطى تاني يعني ما كنتش بنام ساعتين على بعض. دلوقتي الحمد لله بفضل الله رب العالمين بنام ممكن اربع ساعات خمسه على بعض ما اقومش بقى. هي الهبه دي كانت بتقوم بس الهبه مش هتجيلك كده بقى. لا بتيجي بس اقل. وبتيجي مثلا مره او اتنين في الليل. غير خالص ده انا كنت اجي اقلب على جنبي زي ما يكون حد يدلق عليا بنزين ويقوم مولع فيا بالهدوم السرير كله. لا بفضل الله الحاجات دي. ما اسفك نزلت؟ ما لسه بقى ما عملتش تحاليل ما كشفتش يعني النهارده هاجي بعدين. لا انت انا ايوه هدومي ما كشفتش ايه؟ لا انا قاعده بالمشاريب هنا قاعده بالمشاريب ايه اللي ما كشفتش؟ انا ما تقوليش هنا هدومك عامله انا العبايه دي كنتش بلبسها يعني سمعتي اهو. لا في هدوم كتير جدا ده انا طلعت هدومي القديمه اللي كانت متجوزه بيها كانت راكنه كله. طب الحمد لله يعني الدكتور ضياء استفدتي معايا قوي صح؟ طب روح بقى للدكتور الاول اشكر الدكتور عبد الاول شو قال لها عشان بطل الدواء؟ قال لها هتفضلي طول عمرك مريضه مريضه غدد. قالها انهيار عصبي و جالها انهيار عصبي بيقولوا لك ايه؟ ونفسيتها بيقولوا لي في ناس تقول الف سلامه وحبي له لحضرتك بس ما حدش بيقول لك الامور دي اسمها ايه؟ لا ما حدش سال على الامور. ما حدش سال على الامور على فكره الاموره دي اصغر واحده ماشيه على الدايت. ايوه اسمها ايه؟ اسمها ليلى. ليلى اصغر حد ماشي على الدايت يا جماعه على فكره. ماشي؟ عندها سبع شهور بتاكل جبنه نستو وبتاكل توست ورز وبطاطس صح؟ بتاكل ايه تاني يا قلبي؟ بتاكل مربى؟ ماشي شغال مع الرز بس مع الرز. ما حبتش هي ما حبتش اللحمه. وسمك انعم واطرب بس بلاش البوري عشان الحساسيه بس وخلاص ربنا يجازيك كل خير يا الله يا ربنا يخليك ليا يا قلبي كتر خيرك يا قلبي احنا النهارده مبسوطين اصلا واخواتي كمان ماشيين على النظام حتى كل حد بحبه بقول على حضرتك ولا ما تحبوش ولا ما تحبوش وحفيدي والله الحمد لله ما احنا حفيد الحاجه معانا برضو
معانا برضو الحمد لله. سنة وكان برضو عنده جسمه يكون شوية. لا ده هو اتحسن الحمد لله. أنا كان مع بابا ومامته كان حلو الحمد لله. كتر خيرك يا سامي. صباحكم زي الورد يا جماعة. انتوا وحشني. هنعمل حلقة هنتكلم فيها على دخلة رمضان. عشان رمضان كل سنة كان بيدخل علينا بمشاكل. يعني أنا كل واحد يرجع تاريخه المرضي من زمان هتلاقي التاكس الفايبرو كانت بتزيد مع رمضان. الناس اللي بتسقط عندهم تكرار سقوط حمل كان بيحصل اكتر في رمضان. فالدكتور وبتاع الكلى بيدور في رمضان وبتاع الروماتويد بيجيله التاكس في رمضان بتاع الجلوتين سنسيتيف دي هيجيلها التاكس في رمضان. ليه؟ عشان بتبدا رمضان غلط اصلا. يعني انت بتبدا رمضان من قبليها من ليله السحور من اول يوم بتصلي في التراويح بترجع تاكل عيش بلدي بتاكل زبادي بتاكل جبنه بيضة فول وبيض. بدات اول ليله في رمضان على يوم 10 بتكون موت لان انت بتفطر ايه اصلا؟ بتفطر رقاق باللحمه المفرومه ومكرونه بشاميل وبعد كده تشيلي ده تحطي كنافه وقطايف فبتروحي حضرتك بروح اصلي في المسجد التراويح. انا كان بيجي عليا وقت ما بقدرش اسجد في الارض كنت ايدي كده على اليمين ساجده. بتلمس بتحاولي بحس ان عينيا وراسي هيقعوا هتقع من وشك. ايوه ما احنا بدات رمضان باللي انا حكيت عليه ده. ايوه بتبداوا بالجبنه القريش بالليل عشان الحماوي وتخلصي تاخدي زبديايه فاهمه خفيفيايه عشان نخلص على نفسنا كلنا بقى نصحى الصبح في رمضان ميتين بقى ما حدش طايق التاني وحاسب انا صايم ودواء الحموضه في الروشتة بتكتب في رمضان مرتين في اليوم. يعني الناس اللي بيكتبوا كنترولوك او نيكسيوم وبالمناسبه الادويه دي قاتله الكنترولوك. انا عندي جوز بنتي اللي هو بصي احنا اسمها حنان السحار بتقول لك اجمل حاجه ان الجسم بيتنحت وده صح. هو بيترسم من اول وجديد بصراحه صح. ما تضحكيش بتضحكي ليه؟ قول الحقيقه بقى. يعني اصل انت قالت دخلت ايمان بس لو ما استفدتش حاجه غير ان انا سجدت. لا استفدت حاجات تانية كتير. لكن قامت قايله لي ايه حته ليلى احسن حاجه يعني عملتها لي والله ماشي على نظام ليلى. ايوه مش هتهي قبل من قلبي من الحاجات الثانيه. يعني النهارده ده رحمه ربنا بينا والله. رحمه ربنا بينا رب العالمين. بس اكلت اكل بتاعتي بعد شهرين ونص زي ما هي ما قالتش باكل وجبتين بس في اليوم مليانين وكله مسموحات بكس. طبعا لازم تخس يا احمد. ما هو خلاص انت ظبطت نفسك وكل وقت هتخس. انت صغرت بس مش خسيت بالظبط. بصوا ده احمد صبري معايا برضه بقاله شهرين وشويه. الناس كلها بتقول انت صغرت بس ما خسيتش. شكله بيصغر. انا بشكلي بصغر والله ما شاء الله عليك تبارك الله. طبعا مش لازم يعني ندي بهجه للناس. انا هطلعك فيديو قبل ما سبتش ولا ضايق معناش هطلعها فيديو قبل ما كرهايه ومش عارف ايه. قولي يلا قولي للناس انت ايه. السلام عليكم. عرفيهم بنفسك يا هند. انا مامة سلسبيل بجد والله. صراحة انا اللي انا اللي عرفت الاول دكتور ضياء وكنت مؤمنه بيه جدا ومشيت على الدايت بتاعه من اول. مش دايت بقى النظام بتاعه. بحاولت اقنع كل الناس وبعدين بقى ربنا هو اللي اراد ان سلسبيل تعيا بعد الولاده. لفيت بيها بصراحه في كل حته وكنت حزينه جدا عشان هي كانت لسه يعني اول خلفه ليها وكده. فاقنعتها وجبتها لدكتور ضياء. بصراحه هي ما كانتش ماشيه على النظام زي بس لما جت وجربت الحمد لله بفضل الله كل اللي كانت فيه بتشتكي منه الحمد لله راح بصراحه. وانا شايفاها محسنه جدا تبارك الله عليها ربنا. احنا انا بصراحه يعني انا بخاف من الحسد وكل حاجه بس برضه والله عشان فانا بنعمه ربنا ما حدش ما شاء الله. هم يقولوا تبارك الله بقى ربنا يحميها يا رب. فهي بصراحه دلوقتي بقت ما شاء الله. هي دي كانت اهم حاجه عندي بصراحه ان انا بحبهم يبقوا كويسين. فربنا يجازيه خير يا رب دكتور ضياء يا رب. وليلى بقى وليلى ما شاء الله ما شاء الله. احنا مش عايزينهم يعيوا بقى. عايزين الجيل الجديد الجيل الجديد ما يعياش بقى ويطلع ما شاء الله صحته كويسه. ده اهم حاجه الحمد لله. بالظبط. وانت الحمد لله بقيتي كويسه الحمد لله. ده انا يعني
بقول لهم كفايه. انا كنت باجي انزل من على السرير عشان مثلا اصلي الفجر او كده، اقعد يعني 10 دقايق كده على ما اقدر ادوس على رجلي، بعدين اقف اتسند على الحيطه دي واتسند على الحيطه دي. وبعدين انا يعني الواحد بقى يقول هعيش قد ايه كده يعني، والله العظيم كنت بتمنى اني اموت، لان ما كانش عندي احساس ان سكرات الموت مش اصعب من الهبات اللي كانت بتجيلي. كنت بقول لهم انا في مره من المرات يعني في هي هي دي بقى سكرات الموت اللي بيقولوا عليها من الالم. من زمان صح؟ الحمد لله ربنا يجازيك كل خير يا رب. والله انا يعني اي حد انا اي حد سواء على دكتور جدوى بيقول لي تحبيه ولا اللي بحبهم نفسي وكل ويمشوا على نظام حضرتك وربنا يشفيهم ويجعل على ايدك الشفاء. هو الكركمين هو الحل في الكركمين؟ لا انا ما كنتش ماشي مع لا انا ماليش دعوه بالكركمين. المورينجا كركمين. لا انا كنت كمان يعني بعمل دايتات كتير، بقالي 45 عامله دايت 45 سنه، حتى بوز بنتي لما يجي نتكلم ولا نتغدى ماما عامله دايت. ما كنتش بخس، بس كانت اول حاجه بتحصل لي الوش ده. لا زي ما انت عيتي انت عيانه يا حاجه، انت يسالوا على ناس تتخض عليا جاي وشي عامل كده بصحه. لا لا، وبعدين هم 5 كيلو بعدين ازهق واسيبهم وارجع اطلع تاني. يعني طول عمري على كده. فهمت. انما دلوقتي النظام مش مخليني زهقانه من الاكل، يعني قصه وشي ما نزلش زي وشي. ما حدش ملاحظ ان انا تعبانه ولا حاجه. لا لا بصراحه بصراحه حقي الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ربنا يجازيك خير يا رب ويجعل على ايدك الشفاء ده. وبعدين كمان كان كنت عايزه اقول ظهري ظهري كان شقر وركب الحمد لله كل ده، بس هي حاجه بسيطه بقى، بس يعني مش هنبقى طماعين بقى. يعني احنا بقالنا 55 سنه ماشيين ملخبطين، ما جاتش على الشهر وعايزين نخف خالص. والله انا حتى عندي بنتي اللي هي مامة حسين كانت برضو ماما انا مش ركزت دعوه بيها مشيت على نظام مع حسين مع حسين بقى. هي ما كانتش تقدر تمشي برجليها. والله كانت تبقى رجلها وجعاها وركبتها تطلع السلم. دلوقتي بتقول لي انا حاسه بتحسن كتير. هي بقت نفسها هي كمان تشوف مين محتاج وتقول له روح للدكتور. خلها اخويا حبيبي ده انا هجيبه ان شاء الله. انا بوجه له من هنا اقول حق عبد المرضي سلم لي عشان يجي للدكتور ديو. هيجي اي عشان انا بحبه. هيجي ما تقلقيش خالص ان ده وصل له. هو حبيبي عنده غده درجيه ورد. يا رب ربنا يشفيه ويشفي كل واحد. هتقول لهم حاجه مسلسلين تاني؟ هتقول للناس حاجه؟ انا بقول لحضرتك ربنا يجازيك كل خير. ماشي. ان شاء الله ان شاء الله صدقه لحد باب الجنه. ان شاء الله يا رب. ربنا يكرمك. انت طيب. نظام رمضان بقى يا ربنا يخليك عشان ده. الله دخلت رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين. عايزه تقول لهم قولي لهم يا ست انت بتاكلي ايه على مدار اليوم وفي رمضان انت مش بتصومي صمتي في شعبان؟ قولي لهم يا قلبي الكلمتين عشان الناس ما تسالش تاني وهقفل بعد الكلمتين. انا كنت صايمه من يوم بفضل الله من يوم من قبل 27 رجب لحد 15 شعبان. حلو. كنت بفطر بعد المغرب باكل رز وشوربه. حلو. بس في بصراحه يوم كلت لسان عصفور حضرتك قلت معديه يعني. ماشي معديه. وبس ساعات يعني بقى لو قعدت وساعات وبطاطس لحمة. صح؟ ما بقتش احبها. ما بتحبيش اللحمه قوي. بس احنا بنوصف الناس كلها. وبعدين يعني بقى اهم حاجه حضرتك عملتها لي اول ما يعني عجبتني ورحت فاتحه بقى فيديوهاتك كلها ادلقي طبق السلطه. انا اصلا كل ما اعمل دايت تقولي لي سلطه وانا اسناني بتوجعني مش بحب السلطه. اذا كان السلطه مش هتعدي على اسناننا في ايوه بتوجعني. ايوه وبعدين لو بالليل بقى قبل الفجر جوعت او كده ما كنتش بجوع بصراحه. تمام. ممكن اخد موزايه كوبايه لبن او واحده تمر. كوبايه لبن كوبايه ميه. لا 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 انا نسيت. لا والله انا ما اخدتش لبن، كوبايه ميه مع تمرايه او اتنين. طب لو كلتي توست وجبنه بالليل عندك فيها مشكله؟ لا ما عنديش. طب حلو، يعني انت النظام لو هتسحري على توست وجبنه وشويه بطاطس دول كويسين جدا. توستايه وزبده ومربى وجيت المشكله ان انا ما كنتش بقى باكل دول عشان كده دكتوره ميادة قالت لازم تاخدي عشان عشان شعرك وعشان جلدك. ما كنتش باخد بصراحه زبده. طيب وساعات فطار شويه رز وشوربه وحته لحمه. الامور مشيت
كويس جدا، ما كنتش بجوع. وما فيش بقى الحرقان ده، ما بقاش فيه، كان على طول عندي قولون يعمل صوت كده ويوجعني، ما بقاش فيه. لا الحمد لله خلاص، الله فضل من الناس طبيعيه، حتى لو اخدت حاجه غلط ابص الاقي نفسي تعبت خلاص. جسمك رد يعني. انا دلوقتي كمان لما يبقى قدامي كمان حاجات كنت بحبها جدا، يعني انا كنت بموت في حاجه اسمها معجنات دي، كنت اضعف للعيال يلا نجري من قدام الفرن قبل ما أيوه. أيوه. يعني لو حد جاب قدامي انا الحمد لله بقيت. وانتي بفكر في وجع البطن ولا بطني هتوجعني؟ لا مش بفكر، مش بفكر، انا ما بقتش نفسي تروح لها. صح خلاص، يعني انا حضرتك ما بقتش اخد حاجه. وهو اللي انا باكله ده بقى يا رز وشوربه، وساعات كنا بنعمل بطاطس في الفرن كده بس شغال، او بطاطس مسلوقه ومتحمره حلو، بس ده اللي كنت باكله. انما لحمه بتحطي خضار مطبوخ ولا لا؟ انا اخدت مره باميه. باميه تعبتك ولا عدت؟ لا ما عدت، علشان انا يعني حاجه بسيطه، حاجه بسيطه. الكوسه برده كويسه. ماشي خلاص خلاص، احنا بنتكلم معاك عشان الناس بس. لا برده أيوة. عايز تفصل لو في انا بعمل بقى الحاجات عشان الولاد يعني. بس انا خلاص بقيت مقتنعه بالرز والشوربه والتوست ومبسوطه بصراحه. الحمد لله ومزاجك رايق الحمد لله. انا كنت بتعصب واي حد اتص معاك كده، دلوقتي الحمد لله بالي طويل، حتى لو حد خاني ما يقعد اضحك. اضحك على انفعال اللي قدامي ومتعصب. طب انت في ايه؟ فاكهه؟ باخد موز وفراوله. حلو حلو. تعبوكي ضايقوكي؟ لا لا كانت موز وفراوله سلسبيل؟ طيب شغالين قاعدين. ومره جبنه برقوق. مجه تعبتك شويه، شويه عصير. والبرقوق برضه جبنا مره برقوق. والبرقوق كويس صح؟ حضرتك كنت كاتبه لحسين. لا ده برقوق كويس، البرقوق كويس. بس حضرتك كنت كاتبه لحسين. بس حضرتك لما جيت اديتني الروجيتا كتبت لي توست وجبنه ورز وشوربه. دول اسهل حاجه مصر. انا ماشي عليهم. ثبت وعايز تزود زود، بس يبقى خلي بالك دول انا ضامنهم. الباقي كله فيه رايح جاي. يعني حتى حضرتك البامية. حضرتك انا كنت مره عملت بتنجان مشوي وبهدلت بقى فيه. حضرتك قلت لي وقفيه. صح؟ بعد ما وقفته اتحسنت. اتحسنت كتير. طيب حلو حلو قوي. يعني اسمع يا سلسبيل، يعني في اكلات كانت بتاكلها بتتعبها. انا النهارده علقت السلسبيل على حاجه في اكلها ايه هي؟ الشاي. الله الشاي. الشاي الاحمر وقفيه، حطي مكانه قهوه تركي صح؟ عشان معدتها خلاص، ده اللي ناقص لها بس، واشتغلي بعد كده ما عنديش مشكله. والغده بقى خلاص كده مش عشان اخدها دوت الحمد لله. بس ال 11 ديت مش سيئه. المفروض تنزل. مش هتنزل. بس هي بطل بس الوهبطه اللي بتعملها عشان مش هنتكلم فيها. هي جابت دقيق فعلا. انا هقول لحضرتك. ما انا هقول لهم. ما انا هقول لهم عشان ما يعملوش. هي جابت دي كامل الحبه دوت وعجنته وعملته عيش، فهو ده تعبها. فالدكتور قال لا ده توست. قولي لهم بقى. الدقيق الكامل الحبه ده لا يا جماعه ما تقلقش. يا جماعه انا عايز نتيجه، ما يقلبش. ما يقلبش. انت عايز نتيجه صح ولا مش صح؟ ما نتحايلش على ما نقلبش عليه بقى لحد ما ربنا ياذن لنا النهارده. انا في ناس عاملين توستات وبجرب فيها عشان انت عارفه يعني. انا حضرتك وريتني المره اللي فاتت. بس هو بصراحه ده طعمه حاجه تانية، وبيديك احساس بالشبع مده طويله. خلاص شوفي ماما جابت خلاصه الكلام. ايوه ايوه. احنا دلوقتي بنهدي بعض، بدل ما بنجيب فاكهه وحلويات بنجيب توست. والله انا عندي 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 حبيبتي بتبعت لي توست والله. واحده صاحبتي يا حبيبتي هجيبها لك، اسمها سلمى. ماشي ان شاء الله ربنا يشفيها. لا ما يحلقش انا جايبها. المهم سمعنا خلاص. ايوه انا عامله جالها تليفونات. ما هم تعبوني، ما هم تعبوني فبقول لهم على الهوا عشان احرجهم. ربنا يجازيك كل خير. خليكي لينا يا ماما. احنا بنشكر ماما سلسبيل، وبنشكر سلسبيل، وبنشكركم كلكم كلكم. طعام كل الاكل بتاعنا كله يعالج النقص. يعني حبيبتي ربنا يبارك لي فيكي، وما احنيش من دعاكم، وما احنيش من دعاكم ابدا ابدا ابدا. هشوفكم امتى تاني؟ بعد العيد الصغير. بعد العيد الصغير ان شاء الله ربنا يخليه. انا هجيب لك حسين بعد العيد برضه. خلاص هتشيله بقى واحده. ماشي اشتغل خلاص عليها مره كمان. اشوفكم على خير باذن الله. شكرا. هتقولي لي على حاجة؟ طب يا جماعة احنا لا هقول لك نظام الدواء بس اللي هو الفيتامين د ليه علاقة بالأكل ولا لا يا بابا مفيش حاجة ليها علاقة. لا علاقة بالفطار. يبقى اللي انساه انسيه، واللي ما تفتكريه خدي. احنا عندنا قصة سهلة قوي. طيب. ايه رأيك في الموضوع بتاعنا؟ أنا عايز تسلميه على الدكتور عبد القوي بس. حاضر. ماشي؟ ما اسموش عبد القوي؟ أمال اسمه إيه؟ لؤي؟ ما اسموش عبد القوي. لو اجتمعوا كلهم واتفقوا مع حضرتك هو
مش هيتفقوا معايا لان احنا حضرتك احنا ضد القصه انت على على ايديا بطلنا دواء فهو مش هيشتغل ومفيش دواء بس لحد ما يثبت بقى لحد ما يثبت على ارض الواقع يعني سلسلين واحده واثنين وثلاثه واربعه ماشي يعني لو بحد كلكم مع بعض ما للتحكم احنا في التحكم على فكره اه اقنعيه بقى انا انا قاعد مستنيه اهو انا قاعد مستنيه اهو عسل هو ايه المشكله فالدكتور له ايه يا جماعه اللي يشوفه في الشاي وبلغوا انا عندي استعداد نتفق معاه اشوفكم على خير تمنى بالسلامه تمنى بالسلامه مع السلامه يا سلسبيل اشوفك على خير باذن الله ربنا يطمن عليك يا ها ايه رايكم حلو لا مفيش الزنك الزنك والحاجات دي كلها مش فارقه معايا قبل اكل بعد الاكل مش فارقه خلاص اكل الزبده مع المروره لا صح مفيش فيها مشكله محدش يرجع اعراض عنده اللي هو شال المراره ملهاش علاقه 12 يوم وخسيته كويس يا جماعه ان في ناس بتقول كده بصوا انا كان عندي امبارح مامت عيانه وهي خارجه بتقول انا ماشيه على النظام بس مش عايزه اخس فقلت لها هتخسي مقاسات لا قالت لي لا ده انا خسيت 2 كيلو كمان فانتوا بقى ايه اثبتوا على حاجه الناس شويه يقول لك لا ده بيخسسنا لا شويه ما بيخسسناش يا جماعه النظام ثابت للكل وهجيب هيجيب نتيجه كده كده وادوله شويه وقت وادوله شويه وقت كل سنه وانتم طيبين دخلت رمضان كل سنه كان فيها مشاكل كل واحد يراجع تاريخه القديم هيلاقي رمضان كان فيه مشاكل مع الحمل مشاكل مع الالام مشاكل مع الالتهابات كل ده اعمل لنا حاجه لسحور رمضان هنعمل مائده ايه رايك يا ميدو الاجبان ممنوعه لا الاجبان شغاله وسيلياك ملوش دعوه بالاجبان اصلا في 100,000 اسم الفيتامين دي في منها مستورد في منها مصري المصري دي فارول ودي كابرينو دكتوره مؤمنه كتر خيرك باي بولر الباي بولر بيخف يا اميمه حلقه عن التخسيس على فكره انا ما بتكلمش حلقات متخصصه على غير عن الامراض لكن ايه حلقه عن التخسيس ما فيش حاجه اسمها عن التخسيس انت لو مشي على النظام خلاص خلصنا صبري انا عايز اشوفك يا صبري ما تتكلمش من بعيد عايز اشوفك مريض السكر لا يصوم لا هو علاج مريض السكر ان هو يصوم الباي بولر خلاص قلنا بيخف خلاص هبه الحبشي عيانتي الجميله ازيك يا هبه دكتورنا القمر داليا ازيك اكتر سبحان الله صداع ما بقاش يجي مش هيجي تاني يا اميره ان شاء الله طول ما تمشي على نظام مش هيجي انا مبسوط يا جماعه ان انا شفتكم النهارده انا مش عارف الصوت حلو ولا لا الصوت حلو صح انتوا اكيد سامعين الصوت صوت كويس صح جبنا كيري سبيتش الكيري لا انا مش عايز كيري كيري ما بتبقاش مطبوخه كامله يعني نص طبخه كده خلاص انا هقابلكم تاني النهارده هنعمل لايف تاني النهارده بالليل ان شاء الله خلاص وعلى السحور نعمل مائده السحور نعمل سحور. بس انا هروح اكل ايه في السحور يعني انا هاكل فول ولا بيض مدحرج ولا الكلام الكفته ده بارسلين بيخف كلها التهابيه بيخف اي حاجه التهابيه حاجه اي حاجه التهابيه هتخف مفيش حاجه اسمها متلازمه اكل ليل اي حد انا باكل بالليل عندي متلازمه لا انا باكل بالليل عادي مفيش فيها مشكله شاي اصلا غلط الشاي اصلا غلط الشاي اصلا الصوت جميل وقمر كتر خيرك والله يا هبه بتديني دايما ثقه في نفسي فايبرومايالجيا علاجه خلاص عالجناه اصلا هنعمل مائدة طيبات يا ايناس عايزين نعمل ديش بارتي بقى نتلم هنا كل واحد يجيب طبق رز وطبق شوربه طبق رز وطبق شوربه اليوريك اسيد لا يعني ما تقللش لا اللحمه كده احنا بنقللها في نظامنا بس انت وامنع الدقيق البتاع ده هيروح العرق سوس حلو التمر هندي الطبيعي حلو اللي هو بيتنقع لكن مش اللي هو الباودر ده لا طبعا اللي عنده انسداد في الاوعيه الطرفيه النظام ده يحسنه طبعا 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 خلاص يا جماعه ميرسي ايوه عادي انا باكل بالليل بقول لك انا باكل بالليل عايز نعمل ايه تاني يعني حسيت الجلوتين ليه علاقه بالغده الدرقيه لا ساعات بتقيهم مع بعض الشاي غلط اللي اي حاجه بتصبغ الكونتينر بتاعها تبقى غلط فالشاي بيصبغ الشاي ابو لبن بيصبغ اكتر بس هو بيصبغ برضه الشاي
اوعى حد يعمل تكميم. التكميم دي عمليه خطر ضاره، اخرها مش كويس، يعني اولها مش كويس واخرها مش كويس. العيش السن لا خلاص اتفقنا ان هو العيش بتاعنا وخلاص. احنا اخر اليوم النهارده نعمل مع بعض لايف مش بطال، بس اخر اليوم ان شاء الله. اليوريك اسيد لو وقفت العيش هينزل، وحسيت الجلوتين ليها علاقه بالغدد الدرقيه، كلهم لهم علاقه ببعض او اسبابهم واحده وعلاجهم واحد. 12 يوم وخسيت، طيب قلت لهم على الشاي لا شاطره يا ايناس، ما عادش هزيد على النظام. لازم تنزل مقاساتك، لازم تنزل في الاول مقاساتك وبعد كده هتنزل وزن، لازم تنزل وزن بعد شويه كمان. اللوز وجوز الهند، الجوز الهند ماشي، اللوز لا، اللوز ناشف قوي يتعب. اعمل ايه يا دكتور؟ اول شيء تخصص ايه؟ حاسب خلايا الانف عضله الابهر وجلد الفخذ الشمال. امشي على النظام وانت هتخف. الكلام ده على فكره اعصاب طرفيه. عمرو عياد مش باكل بالليل لا، اصحى من النوم في الليل واحد اكتر من معروف باحساس جوع جامد وخلاص بنعاني عشان بتاكل دقيق ابيض. ان شاء الله. مين انت جينا انت شغاله ايه؟ او عندك ايه بالظبط؟ الاسوس بيرفع الضغط؟ لا لا اشرب الاسوس، انا بشرب الاسوس والتنج مسموح. خلاص يا جماعه انا حتى هنا مع الاستاذه سلسبيل ما كان اكتر حاجه بكرهها عندها يومين الشاي، هي ده جدول الاكل بتاعها. كل سنه وانتم طيبين واشوفكم على خير. ان شاء الله هنبقى في رمضان هنعمل مع بعض شويه لايفات جامده ان شاء الله، وهنتكلم على مواضيع حلوه. رمضان احسن فرصه تستفادوا منها. اي امراض تخص الجهاز الهضمي من ضمنها الكرونز والالستريف كولايتس والريتبل باول، اي انفلاماتوري باول وريتبل باول شغالين معايا. وجدع يوقف كوليسترول جدع من غير ما يشوفني. كوبايه شاي مع الفطار دايما في حموضه، كوبايه شاي تعمل امساك، كوبايه شاي تعمل امساك، كوبايه شاي يعني في شويه حموضه، الشاي الاحمر. نظام حضرتك سهل يا استاذه عبير وممكن اي حد يدلها عليه. اشوفكم على خير يا جماعه. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنعمل لايفات بانتظام وهنحاول نكون متواجدين معاكم ان شاء الله في رمضان بشكل كويس. وكل سنه وانتم طيبين، وادعوا لنا ادعوا لنا. اشوفكم على خير.